دلوقتي جمعاتكم مع كفاية كده مع خالد جواد على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. أعزائي المستمعين أهلا بيكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. يا رب الناس كلها تبقى بخير وسعادة وصحة وسلام وجمال كده ودايما مبتسمين. وحبايبي المستمعين الكبار مقاما وليس سنا، والله العظيم ليه؟ عشان هم حبايبي واخواتي وإحنا أنتم مش مستمعين، إحنا خلاص يعني إحنا أهل وبقينا مع بعض كده على طول، وبقينا في بقالنا سنتين كده في كفاية كده. فلو حابين تبعتوا أي مواضيع عندك الواتساب 015295006، لو عايز تكلمني برضو نفس الرقم الواتساب، لو عايز تكلمني على التليفون 38350022. عزيزي الأخ الجميل أو الأخت الجميلة كلموني في أي وقت، أنا متاح لمدة ساعتين من 3 ل5 كل يوم اتنين. كفاية كده على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. هيقولك إيه يا عم نجوم في أم تي في؟ افتح التلفزيون هتلاقي نجوم في أم تي في، فهتشوفنا برضو، يعني مش بتسمعنا بس في الراديو، لا ممكن تشوفنا عن طريق الشاشة الملونة وعن طريق الابليكيشن، سواء حضرتك تحمل تليفون اندرويد او اي او اس. فالنهاردة عندنا حلقة مختلفة. هي انا كنت هقولها صح، والله كنت هقولها صح، بس هي حلقة مختلفة. ليه بقى؟ لان احنا هنتكلم عن شوية ناس كده في حياتنا هما مش بيسببوا لنا غير انهم بيعطلونا فقط لا غير. نورت في دماغك الفكره؟ في شخص جه في دماغك حالا صح؟ قول 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 كده، في حد جه في دماغك صح؟ حد معطل لك حياتك بقاله 7 سنين خاطبين بعض وانت ما بتاخدش خطوه الجواز ليه؟ او بقالكوا 7 سنين بتحبوا بعض وما بياخدش خطوه الخطوبه او ما بيجيش يتقدم، هو ايه التعطيل ده؟ هو انت مستني ايه؟ ما تيلا بقى، هو يا ابني العمر فيه ايه؟ عشان ما احنا عايزين نعرف. ما هو لو انت برضو يعني لو في دماغك حاجه قول لنا يا ابني عشان نساعدك. دي خطيبته هي اللي فاهم، هي بتقول كده في دماغها على طول، يعني البنت اللي هي بتحبه يا عيني قاعده عندها شويه كم اسئله مرعب، فهي مش فاهمه. هل ده حضرتك يعني في حاجه نقدر نقدمها لك طيب عشان نساعدك، عشان نزق معانا الجوازه دي او الخطوبه دي، او نزق حضرتك اصلا تجي لنا؟ طيب من انواع الناس التانية برضو في الخفيف خالص، في الخفيف بتبقى حضرتك يعني يا عيني واقف بالعربية وشايف واحد دور العربية بتاعته تمام وطلع من الركنة، وفجأة مسك التليفون وحضرتك مستني وهو شايفك على فكرة وشايف ان انت عايز تركن، بس هو قرر ان هو يلعب في التليفون. عارف ليه؟ لأن التليفون عنده أغلى منك. والله حضرتك أنا مستني، أنا عايز أركن، والله نفسي أخش الحمام، ممكن أركن وأطلع يعني. حضرتك ما بتمشيش ليه؟ أنت عنده ولا حاجة حرفيا، والله ولا حاجة. هموشة، عارف الهموشة اللي هي أصغر من ناموسة؟ والله الناموسة دي كبيرة بتزن بتعمل حاجة، لكن الهموشة دي يعني حاجة 1% من الناموسة. حضرتك مش هتطلع بقى؟ انا كبرت هنا في الوقفه دي، كبرت وعجزت يا اخي، امشي بقى. وتلاقيه طالع بالراحه، جايب الاول وطالع بالراحه ويا بارد حاجه يعني مش ممكن. طيب انا بجيب لكم امثله ليه؟ عشان ايه؟ نحرك الدماغ كده شويه، تفتكروا مين الناس اللي بتعطل لنا ايه حياتنا شويه او بتضيع وقتنا؟ اصل ايه اغلى حاجه في الوقت؟ اسألني بقى، قول لي يا عم خالد ايه اغلى حاجة في الوقت؟ ايه اغلى حاجة في الدنيا؟ سوري انا اسف، اغلى حاجة في الدنيا هي الوقت. والله ولا فلوس ولا بتتربتت. ليه؟ لان الوقت دوت اللي هتعمل بيه كل الكلام ده، كل الحاجات. والله لو دورت وبحثت وعملت ريسيرش فظيع هتلاقي ان اغلى الحاجات في الكون كله هو الوقت. فالناس اللي بتضيع وقتنا دي يعني لا، يعني مثلا تلاقي انت عايز تسحب فلوس من بنك او من ماكينة في الشارع، واقف لقيت قدامك واحد بقاله ساعة واقف قدام المكنة،
ساعة حرفيا. طب حضرتك ما تخش البنك والله، او اقول لك حاجة، راعي اخواتك اللي واقفين وراك والله. عارف ليه؟ لان انا اصلا واقف وراك هسحب 15 جنيه بجد حرفيا. فخلص بقى يعني، اخلص ليه حضرتك؟ ايه مالتي مليونير؟ ماشي عم ربنا يزيدك، بس ايه بتسحب؟ ما انت هتخلص الفلوس اللي في المكنة والله، وفي الاخر بتسحب 100 جنيه انت كمان، ما هي كلها عارفة بعضيها. فاهم حاجة؟ فانجز انجز يا عم مال قارون. يعني اقول لك يلا انت اقف يعني شوية، وبعدين ايه بص للي وراك كده بابتسامة وحب وامل، وقول له اتفضل. لا والله اتفضل، انا اصل قدامي كتير. هتلاقي اللي وراك اتكسف وقالك لا خلاص خليك حضرتك برا. يا نهار ابيض، ده انا هات كرسي يا ابني، هات كرسي للبيع اقعد قدام المكنه. والله ما انت والله ما انت ماشي يا عم ده. طب اقول لك حاجه، روح حضرتك وانا اللي هسحب لك فلوس من رصيدي انا والله عشان ذوقك. فدي ناس بتضيع الوقت وبتضيع العمر. ابعت لي صديقي وعزيزي المستمع على 0152950006 او كلمني على 3835022. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كفايه كده، انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. عزيزي المستمع، ازيك عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. وحشتني يا اخي، وحشتني في الفصل اللي بيفصل ما بيننا ده والله، فصل يعني بيبعد ما بيننا. طيب نرجع تاني لموضوع الحلقة اللذيذة الخفيفة اللطيفة اللي بتفصل حضراتكم كده من اي دوشة ومن اي مشكلة، عشان انا عارف ان دايما بيكون في مشكلة والله. يعني انا لو بصيت في عينيك دلوقتي والله بجد، يعني لو لثانية كده هلاقي في مشكلة. بتقعد تقول يا هتتحل ازاي، ما فيهاش خلاص، الدنيا متكركبة عليا وبايظة، وقاعد حاطط ايدك على خدك وانت سايق العربية كده، او حضرتك واقفة في المطبخ بتضربي الطماطم وانت سرحانة خالص، يا والخلاط يطلع ريحة كده اللي هو خلاص قرب يتحرق وانت سرحانة في الفم. هنحلها ازاي؟ طيب هنحلها ازاي؟ انا جاي لك من المستقبل، انا بقى خالد جواد جاي لك من المستقبل بقولك والله العظيم ان شاء الله تتحل عادي، سيب على ربنا هتتحل، فكر واعمل وكل حاجة، بس ما تعصرش دماغك، ما تحرقش في دمك. عارف يعني ايه كلمة حرق دم؟ يلا كأنك جبت دم وحرقته يعني ايه؟ طب بص الكلمة كبيرة ازاي؟ فانت احنا بنعمل كده في دمنا؟ بنحرق دمنا؟ ليه يا عم؟ سيبها على الله، هتلاقي بعد كام يوم او يعني بص هي بقى بتاعت ربنا، يا كام دقيقة يا كام ساعة يا كام اسبوع يا كام، فاهم؟ هي كده، وهتلاقي المشكلة اتحلت وخلاص والموضوع خلص وانت بقيت زي الفل والفلة. واخد بالك؟ واخد بالك ولا انت لسه سرحان ولا انت يا عم خليك معايا. يلا بينا ماشي. كنا بنتكلم عن تضييع الوقت، الناس اللي بتضيع وقتنا، وعلى فكرة احنا كمان بنضيع وقت نفسنا، ده عادي جدا. حضرتك لما بتفكر في مشكلة برضو انت بتضيع وقتك، شوف لها حل، ما تقعدش تفكر في المشكلة، فكر في حل المشكلة. الله عليك يا جواد، بتقول كلام عادي جدا ما فيهوش اي حاجة والله العظيم، كلام عادي، بس مش مشكلة، بنفكر بعض، بنفكر بعض بالكلام ده دايما عشان ايه؟ يكون عندنا كده الحاجات بتاعت زمان دي، بس مش اكتر من كده. ماشي. من الناس اللي بتضيع وقتنا، يعني بابا كان بيقول لي من شويه دلوقتي ان انا مش بفهم قوي في الكوره، بس هو ايه شرحها لي بس ان شاء الله اقولها صح، يعني ان ساعات الحكم بيوقف الماتش عشان يروح يشوف ايه الفار. ما هو الفار؟ بتبقى شاشه معينه بيشوف بيها ايه اللي حصل، يعني لو الحكم ادى مثلا ان دي جون والفار بيقول لا دي مش جون، فنروح نشوف الفار فبنلاقي ان الكره فعلا مش جون او الكره فعلا جون، فالحكم بيفضل قعدنا حوالي 10 دقائق، ده من وقتنا ومن وقت الجمهور. شكرا لبابا حبيبي الاستاذ القدير محمد عبد الجواد، بحييك من نجومه في ام حبيب قلبي، المؤسسه مؤسسه مؤسسه كامله حبيب قلبي، بحبك بابا، لازم افخمه كده كده لان هو فخم والله، مش عشان ابويا، عشان هو فخم، بحبك. ماشي. المهم وماما يحسن تزعل، يا نهار ابيض. ماما ازيك حبيبتي، بحبك، ببوس ايدك وراسك ورجلك، صباح الفل، عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله، اجيلك. ماشي نرجع تاني،
من الأشخاص اللي بيضيعوا وقتنا برضو إن حضرتك ما تكونش محدد أنت عايز إيه أو اللي قدامك محدد إيه معاك، ودي قصة تانية خالص بقى، دي قصة مش حلوة. يعني حضرتك بتبقى عايز تعرف الدنيا ماشية في إيه، أنت ناوي على إيه، أنا مستني بقى إيه، شغل، جوازة، جنازة، أي حاجة مستني. فده تضييع للوقت. لما تروح تقدم في شغل كده وتلاقي الاتش ار يقولك هنكلمك، بتعد الثواني والدقايق والأيام والشهور، ولما التليفون يضرب تجري. طب حضرتك هتتكلم امتى يا عم؟ ما تقولي ان انت مش هتتكلم يا عم، حرام عليك يا عم، كلمني بقى، انا مستني الشغلانه دي من زمان. بس هو مش بيتكلم دايما، مش بيتكلم. طيب مديحة وسميح بيحبوا بعض جدا جدا جدا، دي قصة وهمية. بس مديحة يعني مستنية سميح يعمل اي حاجة، ياخد خطوة، بس سميح ما بياخدش خطوة، ومديحة ما مش خلاص بقى، خلاص زهقت وتعبت وضايقت، وبابا وماما مديحة خلاص يعني صبروا عليها كتير جدا، فسميح ما بيعملش حاجة. فسميح ومديحة مش عارفين لهم اول من اخر، وخلاص بقى ما تاخد خطوة يا ابني، روح اتكلم في التليفون، اعمل خطوات مبدئية. الاول تليفون، رسالة، يلا نبتديها من الصفر، رسالة الى عمي العزيز، ود التعرف عليك، يعني فعل مجهول او مرسل مجهول، اعمل اي نوش بقى يا اخي، اعمل اوي نوش، عمرنا بيضيع عشان مستنيينكم وهنشوف هتعملوا ايه في حياتكم، مش اكتر من كده. طيب عزيزي المستمع الكبير مقاما وليس سنا، بحبك جدا وبودلك وبكنلك كل شعور الاحترام والحب. هستأذنك بعد اذنك نسمع اغنية ونرجع تاني، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عزيزي المستمع وحشتني، ازيك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طيب كنا بنتكلم عن الناس اللي بتضيع وقتنا والحاجات اللي بتضيع وقتنا، ففي رقم اخره 32 بيقول الحاجات اللي بتضيع الوقت اصلا التفكير الكتير، قلوب كلها اللي هي متكسرة، اللي هو هاشتاج قلب مكسر. التفكير بيضيع الوقت طبعا، التفكير الغلط بيضيع الوقت، لكن التفكير الكويس ما بيضيعش الوقت. بقول كلام عادي قوي انا الحلقة دي، مش عارف في ايه. ماشي مرحبا معك فادي من هولندا. ممكن اقول كفاية كده ان حماتي تطب عليا في البيت فجأة بدون اي موعد. طب بتقول اسمك ليه فادي؟ ده انت بتقول اسمك ومن هولندا، يعني مفيش غيرك اصلا يا فادي، اعتقد ان اللي في هولندا اسمه فادي، فانت بتقول ليه يا ابني؟ يمكن انت بتكون بتسمعنا حماتك ولا حاجة. لا والله العظيم يا جماعة كاتبها في الاول مرحبا معاك فادي من هولندا، وفي الاخر خالص فادي من هولندا بيأكدها، باي باي فادي من هولندا مع السلامة. هو اصلا تضييع الوقت مشكلة طالما الا الانسان فاضي يشغل نفسه بحاجة مفيدة، بس بشرط انه ما يسيبش اذى للاخرين او يقعد ساكت احسن. الله الله الله، اتعديت مني، بقت بتقول كلام عادي برضو. واحد من برا مصر بعت يقول عمرنا معظمه بيضيع في السواقة في الزحمة، لدرجة اني بقيت بمشي لأي مكان أسرع، يعني بيتمشى أسرع يعني. دي مريم، دي واحدة ورقم من برا مصر. ماشي كانت أكتر حد معطلاني ومضيعة وقتي صاحبتي، دي بنت اللي بقى. اكتشفت بعدها ان الصحبة دي تضيع وقت على الفاضي بجد، وبعدت عنها، وكمان عشان انا ثانوية عامة فما ينفعش تضيع وقتي خالص. بس كده طبعا ثانوية عامة دي مهمة جدا، مهمة
ولا انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ يعني انا بصراحه جبت مجموع في ثانويه عامه ودخلت كليه 4 سنين، وبعد ما اتخرجت اشتغلت حاجه تانية خالص، ده بمزاجي يعني. فمش عارف، ممكن تكون مضيع للوقت ولا كده هنكون بنبوظ الدنيا. بلاش، عشان في شباب بتسمعنا وعندها حلم وعندها طموح وعندها تارجت وهدف ان هي تجيب درجة معينة او تعمل حاجة معينة، بس تمام، بس تدخل الحاجة اللي بتحبها او اللي انت هتمشي فيها. يعني دي من الحاجات برضو اللي هي الايه اكس خالص لما تعمل كده. وياريت ياريت 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 بابا وماما يشاركوك في الحلم ده، ومدرسين كده انت بتحبهم. انت شايفني ايه؟ عشان انا شايف كذا، هل انا كويس؟ عشان برضو السن بيكون لسه صغير، لسه ما تكون يعني لسه ما كونتش فكرتك كلها عن مستقبلك كطالب في ثانوية عامة. ممكن شغفك، ناس كتير جدا بتعمل كده بعد ما يكون درس، وناس بقى ايه طب وهندسة وداخل مثلا حاسبات ومعلومات وحاجات، فجأة تلاقيه بقى حاجة تانية، بقى رسام، بقى مذيع، بقى ممثل، بقى مش فتح ستور محل وحاجات كده، بقى بيبيع حاجات اونلاين مهمة جدا، وبقى ما شاء الله فلوس معاه عظيمة جدا. فسبحان الله هتلاقي شغفك راح في حتة هو كان ميال ليها من الاول، بس انت مش واخد بالك، واللي حواليك ممكن ما يكونوش واخدين باله. بس لو ركزنا كلنا حوالين هذا الشخص، يلا نطلع بطل والله العظيم يبني نفسه ويعمل حاجة ويروح لحلمه ويعمل اللي هو عايزه، ده هيكون شيء عظيم جدا جدا. كله هيحب حاجاته وهيحب شغله ومذاكرته، هتبقى الدنيا لذيذة يعني. حتى لما يطلع يشتغل في الحاجة اللي هو درسها هيكون افيد بكتير جدا. بقول كلام عادي لغاية دلوقتي جدا، ما قلتش اي حاجة جديدة ولا مفيدة، بس قشطة يعني بنشوف. من رسائل القراء التيك توك تضيع وقت، فادي من سويسرا. صح يا فادي، والله العظيم صح، والله صح. خلي بالكوا يا جماعة، في فخ اسمه التيك توك، فخ حفرة لو نزلتها تفضل تنزل لغاية تحت لغاية ما تنام. وتنام بقى على امتى؟ يعني انت مثلا داخل تنام الساعة 10-11 بالليل مثلا، هنقول مثلا، تلاقي نفسك قعدت من الساعة 10 للساعة 3 الفجر على التيك توك، وحضرتك لازم تصحى الساعة 7 الصبح عشان تروح الشغل. فده فخ ولا مش فخ؟ ده انت يعني خدت رصاصة في نص دماغك اسمها تيك توك. والمشكلة انها حاجات معظمها مش يعني، خلي بالك، خلي يعني شغل وقتك في حاجات مفيدة جدا. يعني يعمل فولو لحد مثلا على التيك توك بيقدم نصايح وحاجات كده، والله عشان ما تهربش منك لحاجات تانية. تلاقي نفسك قعدت في لايف مثلا لواحد مثلا وانت مش عارف ايه ده، وانا ايه، انا بقالي نص ساعه قاعد مع الراجل ده في اللايف ليه وعمال اكبس، انا ايه، انا مش فاهم ايه ده، ايه ده، انا بحلم ولا انا ايه اللي جابني هنا اصلا؟ انا راجل موظف في شركه محترمه على فكره، انا بعمل ايه؟ الراجل عمال يقول لي كبس وانا عمال اكبس، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. وتخيل لو بقى حد زميلك في الشغل شافك ولا حاجه في اللايف وانت عمال، يا نهار ابيض، بحبك يا محسن، ابعت لي يا محسن، قول اسمي يا محسن، يعني شكلك بقى غريب والله العظيم. عارفين اقول لكم حاجه، انا بعمل كده والله. يا لهوي يا لهوي، عايز اسمع اغنيه بينا. انا مش عارف ايه بينا، في بينا يعني، ايوه لمين طيب؟ عشان انا معرفش يعني، معظم الاغاني انا مسقطها. فبينا دي ايه؟ متهيألي الأستاذ هاني شاكر. حاضر ماشي، لو لقيتها والله شغال. في حد بيقول بقى له 5 شهور، ماشي. هو حد اشترى تليفون معين وبرضه مش نافع، يعني ايه؟ مش عارفين نسمعك من الابليكيشن ليه؟ الابليكيشن مفيهوش اي مشكلة، امسحه ونزله تاني، لو ممكن يكون في حاجة في موبايلك او حاجة، او اقفل الموبايل وافتحه تاني. انا بقيت خدمة عملاء. قالوا مساء الخير يا فندم، حضرتك اقفل الجهاز وافتحه تاني، اقفل الموبايل وافتحه، ان شاء الله الابلكيشن يشتغل معك. حضرتك تأمر بأي حاجة تانية؟ شكرا يا فندم باستخدامك نجوم وفهمك. انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد
على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أعزائي المستمعين الكبار مقاما وليس سنا، أهلا بكم ورجعنا تاني في كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب الساعة دي بقى من أفضل الساعات المحببة إلى قلبي. ليه بقى؟ لأن احنا عايز نعرض شوية مواهب. لو حضرتك بتقول شعر فأرجوك كلمنا على 3835022 أو بعتلي حتة صغيرة من الشعر كده على 015-952-1006 أو غني للي بيعرف يغني، دي هتبقى حاجة يعني جميلة جدا. فلو حضرتك دلوقتي عندك موهبة الغناء فيلا اطلع وقدم الموهبة للعالم، قدم الموهبة للدنيا كلها، الناس كلها هتسمعك دلوقتي وهنشوف بقى ايه النظام. فابعت كده على 015-952-1006 قول لي انا بعرف اغني، وقول لي حتة صغيرة بس كده، حتة 10 ثواني كده لو فويس نوت كده لذيذة من عندك عشان نعرف بس نقيم الناس. لان انا ساعات بطلع معايا ناس بيقول لي انا بعرف اغني وصوتي تحفه، ولو سمع باجي يغني يروح عامل حادثه على الدائري بصوته في المايك هنا، فالدنيا بتكون صعبه جدا بصراحه. فاللي هسمعه بيغني حلو هو اللي هطلعه على الهواء بصراحه، لكن اللي هيقول لي انا بغني حلو وخلاص كده لا، انا ما بقى خلاص بقى، انتوا ضحكتوا عليا كتير وانا بتضحك عليا كتير قوي، وبعدين حضرتك صوتك بيبقى وحش فبتطلع للناس بتقفل الراديو مش بيسمعوني بعد كده خلاص، فاهم حاجه؟ فالدنيا ما بتبقاش كده. ماشي، من بعض رسائل القراء. نداء عاجل للأستاذ خالد جواد، اقرا رسائلي. حاضر. انا بقالي سنة بحبه وهو ما عرفش اني موجودة في الدنيا اصلا، رقم اخره 710. ما انا مش عارف حضرتك هل المفروض تبقيني ده ولا مش مبينه، او هو مش عارف ان حضرتك في الدنيا، هل حضرتك بتحبي حد من بلد تانية اصلا ولا ايه؟ ما انا مش عارف برضه. وبعدين شكل حضرتك صغير جدا في الواتساب. انا من سوهاج. الله 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 الله، ده اللي عايز اغنيه الاستاذ هاني شاكر. حاضر والله لو في انا هشغل على طول عادي، انا ما عنديش مشكله. الناس اللي بتقول طب انا عايز اغني اهو، ابتدوا يبعتوا بقى الاف المسجز بقى، طب انا عايز اغني، طب انا صوتي حلو، اللي عامل لي فويس نوت هيطلع معايا في الحلقه على طول من غير كلام، ما فيهاش نقاش. 015-952-1006 ابعت فويس نوت بصوتك اي حاجه 10 ثواني اسمع بس كده ايه عربه. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. الله الله، لا اي حد قفل الراديو هيفوتك كتير بجد، انا اسف انا اسف يعني، بقولوا له انتوا بقى عشان هو زمان خلاص كده. ماشي. انا قصدي انا لا، هو في نفس هي بتابع تاني، هو في نفس البلد، بس انا قصدي انا اللي اصلا مضيع وقتي، عشان احنا بنتكلم النهاردة عن تضييع الوقت، الحاجات اللي بتضيع لنا وقتنا والناس اللي بيضيعوا لنا وقتنا كده. يعني نقول شعر طبعا يا باشا، رقم اخره 369 يا باشا، قول شعر ارجوك. وهو انا كل حاجة، بص الشعر موجود يا باشا اهو، بص لو عايز تقول شعر كل حاجة موجودة. سيبك من ده خالص، عندي الجديد كله، احلى شعر هيتقال اهو دلوقتي حالا. ده كتب لي شعر، هو يعني ضيق وخنقة زنقة الدنيا في عينينا، ولينا ايه غير نفس مش عارف، ومع ناس الضيق يبقى ساحة فاضية والخنقة. ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم، كنت ماشي كويس، فين السجعة؟ طب قولها انت يعني، هكلمك ماشي، بس الدنيا ماشية تمام، احنا تمام جدا. شروق، نفسي تكلمني شروق. حاضر. طب هنقول ايه يا شروق؟ ما احنا مش عارفين يعني، لو يعني لو في لو في موضوع قولي لي هتتكلمي في ايه وهكلمك والمصعب، ما عنديش اي مشكله خالص. طيب اعزائي المستمعين بعد اذنكم فصل رفيع ونرجع تاني، لسه مكمل معاك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خالد جواد تاني، رقم الواتساب 015-952-1006. انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
أعزائي المستمعين، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ الحمد لله يا رب تكونوا كويسين. انا مش هطول، انا بس في حد معايا على التليفون، مش هقول اسمه لان انا معرفش اسمه، بس هو انسان جميل. الو الو، مش هعطلك حبيب قلبي ولا يهمك تحت امرك. الله الامر لا يا سيدي، انت عامل ايه؟ كله تمام. انت سلطنتني، فانا قلت لازم الناس تتسلطن زي ما انا سلطنت. ربنا يعزك. حاجه خفيفه كده. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، الدنيا دي مدرسة بتربي وتعلم، واللي ما راحش المدرسة عند خالد جواد يتعلم. الله حبيب قلبي يا اخي، انت ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ يا ابني يا غالي حبيب قلبي، الحنجرة الذهبية. حبيبي والله العظيم انت راجل جميل. ده انا نفسي اسمع لك حاجه كده وانا ماشي في العربيه بصوت، يعني بصوتك قريب ان شاء الله يا اخي. يلا والله العظيم نزل حاجات كده على السوشيال ميديا وفرحنا. طب عندك حاجه تغنيها؟ مش لسه الناس ما جاتش فانت تمام. انا اصلا مش بغني، انا اصلا مستعد. تمام. الله الله عليك. انا ماليش في حوار الاغاني اصلا. طب قول لنا حاجه. ما قلت لك بقى اللي فيه. ماشي خلاص يا عم. ماشي. والله العظيم انا بحب، انا اتشرفت بيك. انا اكتر والله حبيب قلبي، ربنا يكرمك كده. انا مبسوط جدا بالمكالمه دي والله. حبيبي ربنا يبسطك كمان وكمان ونبقى مع بعض على طول. وكلمنا يا اخي، بعت لي على طول بقى. ماشي من عينيا. حاضر حبيبي. تسلم. مع السلامه. مع السلامه. شايفين الناس الجميله؟ والله العظيم انسان جميل، بس هو ما رضاش ان انا اقول اسمه، فانا هحترم ده يعني ومرضاش اقول الا. طيب اعزائي المستمعين، معلش هنهيس شويه مع بعض كده. انا عايزكم تسمعوا بس يعني عينه من مستمعيني، اوكي؟ يعني المستمعين اسمعوا عينه من الناس اللي بتسمع. يعني انا قلت عايزين نشوف الايه المواهب الصوتيه عامله ازاي، فانا هشغل لكم حاجه كده يا رب تسمعوها بس. ايام وبنعيشها هنعمل ايه يا قلبي في ناس ما همش ناس، ما فيش احساس ولا حاسين بحاجه خالص. والمصعب دي الناس اللي شايفين. دي الناس اللي بتسمعني. ما شاء الله البرنامج. يعني الشخصيه عندي انا طبعت على الناس، الناس اتعدت مني باين في ايه ده. انا بقول اللي عنده صوت حلو يبعت. الواد بيصرخ في العربيه مش عارف في ايه. طيب احنا هنروح فاصل رفيع بعد الاغنيه الجميله والراجل الجميل اللي غنى لنا موال جميل كده. اللي عنده اي موهبه يبعت على 0152952006. مستنيكوا. يلا نهيس مع بعض كده ونفرفش نفسنا، واي مشاكل هتروح والله هتخلص يا جماعه باذن الله. ما تقلقش كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. انت كويس؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله. يلا انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. لسه مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 0152952006. معنا مفاجأة. الو الو، ازيك يا خالد؟ ازيك؟ الحمد لله كويسة. عامل طب اسمك ايه عشان انا ما سألتكيش على اسمك؟ طيب انا ريهام شكل. ريهام؟ اه تمام. ريهام شكل؟ ايوه. اوكي. انا فويس اوفر وبحب جدا مجال الاذاعه. والحقيقه نفسي اعمل برنامج في الاذاعه يعني. يا رب. وانا بعمل يعني بعض البرامج طبعا، بس اذاعات يعني اونلاين. اه تمام. طب ممكن اختبرك يا ريهام؟ طبعا. اوكي طيب، لو مثلا سمعتي مزيكا زي دي ممكن نقول عليها ايه؟ اوكي. اوقات كتيرة جدا ربنا بيحطنا في اختبارات وبيشوف قدرتنا قد ايه احنا نقدر نتحمل، وبيشوف يعني بيقيس مدى ارتباطنا بربنا. بس الحقيقة ان ربنا بيبقى شايل لنا حاجات حلوة كتيرة قوي، وبيبقى دايما بيبعت لنا الحاجات الحلوة على قد صبرنا. مش معقول هو سايبك كل الوقت ده
الوقت اللي انت مريت بيه كان وقت صعب جدا وكان وقت قاسي قوي عليك، بس هو قد ايه عارف انت تعبت وقد ايه عارف انت توجعت، وعلى قد صبرك وتحملك هيبعت لك هدية جديدة قوي. يمكن انت عايز الهدية دي دلوقتي ومستعجل عليها قوي، هو بيقول لك اصبر علشان هيجيب لك حاجة كبيرة قوي تساعدك وتعوضك عن كل الأيام الحلوة كل الأيام الوحشة اللي انت مريت بيها. فدايما بيبقى ورا كل حاجة بنمر بيها بيبقى فيه حكمة كبيرة قوي قوي قوي، ودايما ورا كل حاجة صعبة بنمر بيها بيبقى فيه هدية، الهدية دي تبقى كبيرة قوي. تخلينا دايما مهما مرينا من أزمات ومهما مر علينا حاجات وحشة لازم نبقى واثقين في ربنا إن هي مرحلة وهتعدي وهيجيب لنا النهاية السعيدة اللي احنا بنتمناها. ايه ده؟ ايه ده طيب؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ على فكرة في حاجات كتيرة قوي انا نفسي تحطي لي ميوزك كتير جدا واتكلم في حاجات كتير. حلو جدا حلو جدا يا ريهام، بس ناقص بس الاداء الصوتي، الاداء الصوتي. انا بس عشان معاك دلوقتي. ما انت خايف جدا على فكرة، خلي بالك صوتك كان بيترعش. لا مش رعشة بمعنى رعشة، بس انا يعني عايز اعيش الحالة خالص، لان انا لما باجي اسجل بعيش الكلام قوي. اوكي. انا دلوقتي مش عايشة قوي معاك يعني وانا بقوله، فمضطرية ان انا اقوله دلوقتي على الهوا زي يعني انت. لا حلو. بصي بصي ارتجال يعني 100 من 10 مليون من 10 ارتجال بجد، لكن كنا عايزين حتة بقى الايه الاداء الصوتي سنة، يعني مثلا ايه اوقات كتير بيحصل لنا حاجات بنبقى ندمانين عليها، اوقات كتير انا بعيد كده على ترتا 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 ترتا، وعلى فكره بارابا بارابا فرابا بارابا، فلازم بارابا بارابا فرابا. يا خالد الله شفتي واحده انا بكلم خالد يعني انت لا خالص والله خالص حاشا لله. بس بص هقول لك بقى، تعالي بقى نعمل حاجه مثلا ايه فيها حاجه كده مثلا. والان اعزائي المستمعين برنامج كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اثنين من الساعة 3 للساعة 5، نجوم اف ام على كيفك. شفتي بقى شفتي النقلة ولا ما سمعتيش ولا ايه اللي حصل؟ سمعتي كلام خفيف شوية والان ماشي، مش مشكلة بس نقلة الصوت من ده لده فاهمة، ودلوقتي بنقول كده وبنعمل كده، فده الاداء الصوتي اللي احنا بنقول عليه. بس اتعلمي اكتر يا ريم، انت شاطره جدا ربنا يخليك يا خالد. اقول لك على حاجه، اتفضلي. انا احنا في الايام اللي كانت يعني شويه كده لورا، الايام اللي كانت صعبه اللي كانت بتمر بالناس والاسعار والحاجات الكتيره قوي، فانا نزلت بوست عندي على الفيسبوك وقلت الايام دي اللي انتوا شايفينها صعبه قوي محتاجه بس خالد جواد يطلع كده يدينا شويه ابيض. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شكرا يا فندم، هنعدي من كل حاجه. شكرا يا استاذه ريهام، انا بشكرك جدا وشرف ليا ان انت طلعتي معانا والله. ربنا يخليك، صوت جميل واداء جميل جدا. شكرا جدا ليكي، شكرا جدا 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 ريهام، برافو. انا سقفت ريهام، يا ريت انتوا تسقفوا لها في بالكو يعني. طيب احنا للأسف وصلنا الى نهاية الحلقة، يعني كان نفسي نقعد اكتر من كده، بس هنقرأ شوية مسجز عشان الناس اللي ايه بعتت مسج. طب يا خالد انا عايز اطلع قبل ما الحلقة تخلص، للأسف احنا خلاص يعني احنا في اخر فتفيت في الحلقة، يعني خلاص الحلقة بتتفتفتت مننا. انا بحب الغنى قوي بس صوتي مش حلو، فتعويضا عن ذلك عاوز اسمع مضحوك علينا للهضبة. حاضر ماشي، حاضر يا رحمة، هحاول والله. انا زيك والله، كان نفسي يبقى صوتي حلو، كان نفسي. في ناس بتبعت مسجات وتمسحها، هو ايه يا جماعه؟ هو ايه احنا ايه؟ واحنا فينا من الحركات دي؟ الكلام ده احنا مش بنحبه يعني، لما تلاقي مسج ممسوحه من عندك بتتضايق على فكره، فانا متضايق دلوقتي. ما تعملوش كده. انا فاتن ربيع، موهبتي الميك اب ارتست. تمام، انا اصلا ميك اب ارتست ولسه ما تعرف ايه؟ ما تعرفتيش
لسه ما تعرفتش، ونفسي جدا جدا اوصل ومش عارفة ابدأ ازاي لاني نقلت من بلد لبلد، فده كان صعب عليا جدا. السوشيال ميديا يا عزيزتي فاتن، السوشيال ميديا، النت فتح عين الواد والبيت. فيديوز بقى تجيبي بنات اللي هم المودلز دول تحط لها ميك اب وتوري للبنات التانية بفيديوز يعني وشرح وحاجات كده. البنات كلها بتعمل كده دلوقتي، اكتبي ميك اب ارتست بس على انستجرام. احنا دلوقتي عندنا لو البنات في العالم او في مصر، خلينا في مصر مثلا، عدد البنات مثلا هنقول مثلا اي رقم 50 مليون، ال 50 مليون ميك اب ارتست. والله فازاي تبقي شاطره وازاي تعملي فيديوز شكلها حلو ولطيف وفيها شرح وسريعه، اهم حاجه تكون سريعه، لان الفيديوز دلوقتي كلها الناس بقت بتتفرج على التيك توك وريلز على انستجرام، بتقلب بسرعه، بتعمل سكرولنج بسرعه كده، بتقلب على طول. الفيديو جامد هتستنى، مش جامد هيروح عامل كده بصباعه مره واحده الفيديو طار وجي الفيديو اللي بعده، فاهم حاجه؟ فالفيديوز هي اللي بتعمل كل حاجه، والسوشيال ميديا بقت عظيمه جدا جدا، تقدري توصلي اي حاجه في اي حته في اي وقت. انا بكتب شعر رقم اخره 230. طب احنا خلاص احنا في اخر الحلقه. اعزائي المستمعين، كان معكم خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ان شاء الله ان شاء الله يوم الاثنين القادم حلقه جديده من الساعه 3 للساعه 5 يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من كفايه كده. شكرا جدا، باي باي. كنتم مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.